ولمتابعة آخر التطورات العسكرية في تعز سينضم إلينا الآن مراسلنا من تعز أمين دبوان. أهلا بك أمين. مرحبا. أهلا وسهلا. ضعنا في تطورات الأوضاع العسكرية في تعز أمين. نعم، في الجبهة الشرقية لا زالت المعارك محتدمة حتى اللحظة، كنت قبل قليل من هناك، وأبطال الجيش الوطني يواصلون التقدم نحو السيطرة الكاملة على تبة الجعشة. هي التبة الاستراتيجية يحاصرونها منذ أيام ويقصفها الجيش الوطني. لا زالت العمليات مستمرة في الجهة الشرقية. نعم. أيضا الجيش الوطني يستهدف المعدات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي في تبة السلال، إعصاب مضاد 14 في تبة الجعشة بحسب إعلام القطاع الثاني. وأيضا المعارك مستمرة في الجبهة الشمالية، هناك الفرق الهندسية تنتزع الألغام التي زرعتها الميليشيا بعد تحرير منطقة واسعة بجوار الكهرباء في الجهة الشمالية. الآن يجري التطهير و ايضا نزع الالغام للميليشيا. في الجهه في منطقه الصلو او مديريه الصلو تم تحريرها امس بالكامل باعلان العميد قائد اللواء 35 مدرع عدنان 35 العميد عدنان الحمادي باعلان منطقه الصلو منطقه محرره. وبالتالي الجبهات في تعز اما تطهير ونزع الألغام أو ما بعد مديرية الصلو باتجاه دمنة خدير. نعم. طب أمين، ماذا عن خسائر الحوثيين بعد كل هذا التقدم؟ ماذا عن خسائرهم الآن؟ نعم، ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة، هي الأكبر منذ بداية الحرب، كون طيران التحالف العربي يقصف بشدة وقصف مكثف وفي مناطق مدروسة تماما ليس كالأول. الآن الميليشيا تتكبد خسائر إما بضرب الطيران أو بضربات الجيش الوطني سواء في جميع الجبهات. الحوثيون يستميتون في جبهات تعز لكنهم يموتون، مستشفيات إب وذمار وأيضا الحوبان تقول أرقام مخيفة بالنسبة لهم، وهزائم معنويا. الجيش يقصف من الجو، الجيش الطيران يقصف من الجو، الجيش يقصف من الأرض. نعم أمين، أيضا كان اليوم في قصف عشوائي للأحياء السكنية في مدينة تعز حيث أصيب 5 من المدنيين جراء هذا القصف، وأيضا تسببت هذه الأحياء السكنية بأضرار كبيرة في حي المطار القديم. حدثنا عن هذا القصف العشوائي على الأحياء السكنية في تعز أيضا. نعم، الانتهاكات الميليشيا الحوثية الانقلابية لا تتوقف سواء بالقنص أو بالقذائف أو بالألغام. لا يمر يوم في مدينة تعز إلا وتستقبل مستشفياتها عدد من الضحايا من المدنيين من الأطفال من النساء. كان آخرها قذيفة سقطت في المطار القديم على عائلة وأصابت طفلين وأيضا مدنيين آخرين. أيضا أحدهم في الجبهة الشرقية مدني أصيب في شظايا في رأسه. الانتهاكات مستمرة لهذا، أبناء تعز ينتفضون الآن ويقاتلون ويستميتون لطرد هذه الميليشيا حتى لا تزيد عدد الضحايا بين المدنيين. التحرير يعني تخفيف الأضرار على المواطنين والساكنين في مدينة تعز. نعم أمين دبوان مراسلنا من تعز، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.